سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. اليوم جايين مطعم جيل، مطعم خصص في الباستا والبيتزا والبرجر، موقعهم في الخبر حي العليا جمع واحد المستهلك، عندهم خصم 15% للمتابعين. الخصم يشمل التوصيل والتوصيل مجاني. كابتشا سناب الجاي. أول قسم اللي هو الباستا. هنا الشيف مجهز لنا بيتزا. ما شاء الله. هذا بيتزا الخضروات. الله يستر عليها. السلامة. أما البرجر عندهم تبونه مشوي أو تبونه على الصاج. شوف البيتزا وش أخبارها. كنش. البرجر بدأ يستوي، برجر مشوي. أول أصناف اللي جهزت في غدانا اليوم في مطعم جيل اللي هي البيتزا. طبعاً من شروط البيتزا عندي إنها لازم تتمغط. العجينة خفيفة. بعد سندوتشات الدجاج المطعم للأفراد، ما عندهم قسم عائلات لكن عندهم توصيل مجاني يشمل خصم التوصيل. أصنافنا جهزت. نشوف أصناف الغداء في مطعم جيل اللي هي ميكس باستا يجمع شرمب مشروم هوتدوغ. عندنا هنا فيتوتشيني، عندنا هنا سباكيتي مع لحم المفروم، بيتزا الخضروات، هنا عندنا سندوتشات البرجر، دبل برجر لحم، وسندوتش دجاج، وسندوتش الدجاج، بالإضافة إلى السلطة. ميكس باستا ميزتها كل شيء موجود فيها، بس كذا هات دوغ مشروم شرمب سباكيتي بلحم المفروم. طلبتكم ثلاث انواع، اشهر ثلاث انواع في الباستا عندها سباكيتي فيتوتشيني والميكس باستا. شوف أسعار الباستا عندهم، طبعا هذه عليها خصم 15% إلى يوم السبت القادم، فتكون أسعارها بعد خصم بطلة جدا. كم تشتري السناب الجاي؟ البيتزا ما تعب عليها، عندهم بعد البيبروني، المارغريتا، تشيكن، عندهم ستيك بيتزا، أسعارهم في السناب الجاي. بالنسبة لسندوتشات البرجر عندهم الدجاج، هذا سندوتش الدجاج البرجر، الخبز البطاطس واللحم مستورد والدجاج مستورد، فدائما الدبل والتريبل ما يطلبونه الأبطال. البرجر عندهم لذيذ وال 15% خصم إلى يوم السبت القادم، يشمل خدمة التوصيل، التوصيل عندهم مجانا على الرقم اللي نزلت لكم في سنابات. أسعار البرجر في المنيو في سناب الجاية. المطعم ما يضيع أبد في الخبر حي العليا،
عمارة واحة المستهلك، هذا واحة المستهلك.